بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه أمسية من أمسيات البيت الحمصي ضمن برنامج الإسلام والمسلمين في أقطار الإسلام منذ كلمة لا إله إلا الله الأولى حتى الآن. خير ما نفتتحها آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الشاب عبيد كيكات، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أصحاب الفضيلة والعلماء، رئيس هذه المحاضرة الكريمة، أحييكم تحية طيبة مباركة، تحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا، وتحمل في طياتها حبا ووفاء، تحية يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أبدأ بتقدير خالص الشكر والتقدير لكل من يشارك في هذه المحاضرة الافتراضية حول الإسلام، تاريخ الإسلام في جمهورية بنغلاديش. وأشكر كل الأفراد الذين ساهموا في تنظيم هذه المحاضرة الهامة، والذين وفروا جهودهم لتمكننا من التواصل وتبادل الأفكار والآراء والمعلومات في هذا السياق. كما أود أن أعبر عن امتناني العميق لكم جميعا أيها المشاهدون الكرام، وشرف لي أن أكون ضيفا في هذا البرنامج الكريم، وإنكم منحتموني هذه الفرصة الغالية للتحدث حول تاريخ الإسلام في بنغلاديش. قبل أن أتحدث عن دخول الإسلام في جمهورية بنغلاديش، أريد أن أقدم بعض المعلومات عن جمهورية بنغلاديش، لأنه ربما لا يكون المشاهدون الكرام على علم وبصيرة بجغرافية بنغلاديش وموقعها الاستراتيجي والمعلومات اللازمة للتعريف بها.
فإليكم أيها المشاهدون الكرام نبذة يسيرة عن تاريخ بنغلاديش. لم يعرف اسم بنغلاديش في التاريخ ولا في خريطة العالم إلا حديثا، فقد في القرن الثالث عشر الهجري الموافق سنة 71 و900 بعد 1000، حيث استقلت جمهورية بنغلاديش عن باكستان في اليوم 16 من ديسمبر، اليوم التذكاري والتاريخي لأهل بنغلاديش. وحصلت جمهورية بنغلاديش مكانتها اللائقة من الحرية والاستقلال بعد حرب استمر لأكثر من 9 أشهر. وكانت بنغلاديش قبل ذلك كانت بنغلاديش جزءا من باكستان، يعني خلال الفترة من 47 و900 ألف إلى 70 و900 ألف كانت بنغلاديش جزءا من باكستان، وقبل ذلك كانت بنغلاديش جزءا من الهند، وتشترك بنغلاديش في حدودها مع دولتين، الهند من 3 جوانب وميانمار من جانب واحد، حيث تحدها من الجانب الغربي ولاية البنغال الغربي، وكذلك ولاية البيهار التابعة للهند، ومن الجانب الشرقي ولاية آسام وميجورام وتريبورا التابعة للهند، وكذلك ميانمار، ومن الجانب الشمالي ولاية من الجانب الشمالي من ولاية البنغال الغربي، وكذلك ميغالاي وآسام. أما من الجانب الجنوبي فخليج البنغال. وتنقسم جمهورية بنغلاديش إلى 8 أقاليم كبيرة، داكا وشيتاغون وخولنا ورادشاهي وسيلهت وبريسال ومومنشاهي ورانبور، وتوجد فيها 64 مديرية و460 شبه المديرية و4401 مجلس الوحدات، ولغتها رسمية اللغة البنغالية، وعملتها تسمى تاكا، ومناخها والحمد لله متوسط ومعتدل، والغذاء الرسمي لهذا البلد هو الرز والعدس والسمك. أما نظام حكمها النظام البرلماني، تعتبر بنغلاديش من البلاد الكثيرة الفيضانات والطوفانات وكذلك الكوارث الطبيعية، وفيها من الثروات الثروة الحيوانية والثروة السمكية والثروة الغابية، وكذلك المعامل والمصانع، وكذلك هناك فرص كثيرة للعمل والحمد لله. وهذا ما كان لدي من نبذة يسيرة حول بنغلاديش عن موقعها الاستراتيجي وجغرافية بنغلاديش. والآن أريد أن أتحدث عن دخول العرب إلى جمهورية بنغلاديش. قبل أن أتحدث عن دخول الإسلام في بنغلاديش، أريد أن أتحدث عن دخول العرب إلى بنغلاديش. هناك كثير من المؤرخين البنغاليين الذين تحدثوا حول هذا الأمر، وكتبوا يعني كتابات كثيرة ومقالات كثيرة،
ومن أشهرهم الكاتب الشهير عباس علي خان، ولديه وله كتاب في هذا المجال وهو تاريخ مسلم البنغال. لقد كتب هذا الكاتب في هذا الكتاب: لقد قدم كثير من التجار العرب قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بزمان كبير، يعني قدم كثير من التجار العرب إلى مدينة مالبار التابعة للهند، وكانوا يذهبون من هناك إلى الصين لغرض التجارة، وكانوا في طريقهم إلى الصين كانوا يعبرون مدينة شيتاغونغ ومدينة السلهت التابعة لبنغلاديش. فهكذا أصبحت مدينة شيتاغونغ ومدينة السلهت منزلان من منازل طريقهم التجاري إلى الصين، وهذا يدل دلالة واضحة على أن العرب كان لهم مستعمرات في مدينة مالبار التابعة للهند، وكذلك في مدينة شيتاغونغ والسلهت التابعة لجمهورية بنغلاديش. ومما لا شك فيه أن الإسلام إنما ولد ونشأ وترعرع في جزيرة العرب، ولكن بعد ذلك انتشر الإسلام عن طريق التجار وكذلك الدعاة الغزاة المصلحين إلى سائر أنحاء العالم. وكان العرب لهم خبرة تامة في مجال التجارة، كانوا يتجولون في سائر أنحاء العالم بغرض التجارة في نفس الوقت بغرض الدعوة والتبليغ. فكان كل تاجر بمثابة داعية إسلامي يقوم بمهبة الدعوة والدعوة والتبليغ للإسلام. عن طريق أمثال هؤلاء التجار دخل الإسلام إلى بنغلاديش أولاً، ثم انتشرت دعوته شيئاً فشيئاً في الساحل الشرقي والجنوبي. أما تحديد وقت دخول الإسلام في بنغلاديش فصعب جداً، لأنه ليست عندنا أي مستندات تاريخية موثوق بها تشير إلى تحديد وقت دخول الإسلام وانتشار دعوته في جمهورية بنغلاديش. وكل ما لدينا هي الأقوال الشائعة والوقائع والقصص المتناقلة حول رجال التزكية والصوفيين. ومما يروى أن الإسلام دخل بنغلاديش زمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ثم انتشرت دعوة الإسلام فيها شيئا فشيئا رويدا فرويدا، كما كتب الأستاذ أبو الكلام أزاد، وهو أحد الكتاب المشهورين في بنغلاديش وكذلك أحد المؤرخين أيضا، حيث كتب عن مدينة شيتاغونغ، قال بأن هذا مكان توضأ فيه ركب الصحابة في طريقهم إلى الصين. وكتب بعض المؤرخين الآخرين بأن الصحابة الذين قد هاجروا إلى أرض الحبشة ثم عادوا إلى الحجاز لا توجد في قائمتهم أسماء بعضهم، مثل أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، والد سعد رضي الله عنه، لا توجد اسمه في قائمة الصحابة الذين هاجروا إلى أرض الحبشة ثم عادوا إلى أرض الحجاز. والأغلب أنهم قد سافروا إلى الصين للدعوة الإسلامية، ولذلك لم يشتهر أبو وقاص رضي الله تعالى عنه في قائمة الصحابة كما اشتهر ابنه سعد رضي الله عنه. يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه المشهور أسد الغابة في معرفة الصحابة،
عن هذا الصحابي الجليل أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، حيث كتب في هذا الكتاب وهو ممن خرج إلى أرض الحبشة لا تعلم له رواية، وهو ممن توفي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل دلالة واضحة على أن عدم اشتهار هذا الصحابي الجليل في قائمة الصحابة إنما يرجع إلى خروجه من أرض الحبشة مباشرة إلى الصين. واعتقد وزعم المؤرخون البنغاليون بأنه لابد أنه عندما سافر إلى الصين لابد أنه عبر هذه المنطقة، يعني بنغلاديش، مدينة شيتاغون، مدينة سيلهيل، ومدينة ماليبار التابعة للهند، إنه لابد إنه عبر هذه المنطقة في طريقه إلى الصين. وهذا يدل دلالة واضحة على أن هذا الصحابي أيضاً قد أتى إلى هذه المنطقة وقام بمهمة الدعوة والتبليغ في هذه المنطقة. وهناك كاتب آخر ومؤرخ آخر وهو الدكتور حسن زمان، إنه كتب في بعض كتابه أنه قدم عدد من الدعاة العرب إلى بنغلاديش زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان مأمون ومهيمن زعيمه، وقد قدم في هذه المنطقة وفد مكون من 4 أشخاص، وهم حميد الدين وحسام الدين وعبد الله وأبو طالب. هؤلاء الأشخاص قدموا إلى هذه المنطقة وقاموا بالدعوة والتبليغ، قاموا بمهمة الدعوة والتبليغ في هذه المنطقة، يعني في بنغلاديش. وكتب هذا الكاتب بأنه قدم في نفس المنطقة 5 عصب من الدعاة العرب على التوالي لنفس الغرض. وإنهم عندما أتوا إلى هذا المنطقة لم يأخذوا معهم أي كتاب ولا أي سلاح، بل يعني بمهمة الدعوة والتبليغ في أتوا إلى هذه المنطقة. فلهذا لدينا يعني قائمة أسماء الصحابة والتابعين الذين قد تفضلوا بقدومهم الميمون إلى دولتنا بنغلاديش، وقد تشرفنا وتشرف أهل بنغلاديش بقدومهم الميمون. هناك كاتب آخر واسمه AKM محي الدين، إنه أيضا كتب عن تاريخ الإسلام في جمهورية بنغلاديش كثيرا. إنه كتب بأنه يوجد قائمة تحتوي على 5 أشخاص من الصحابة الذين قد أتوا إلى هذه المنطقة وقاموا بالدعوة والتبليغ. وأولا وفي رأس هذه القائمة هو مالك بن وهيب رضي الله تعالى عنه، الذي قد ذكرت عنه قبل قليل. كان قائدا للوفد المكون من 4 أعضاء من الصحابة الكرام الذين قد هاجروا إلى الحبشة أولا، ثم من هناك سافروا إلى الصين مباشرة. وكان يسكن في مدينة كينتون الشهيرة بالصين، وإنه قد بنى مسجدا في قرية كوانتا بالصين، حيث يوجد قبره أيضا في بجانب هذا المسجد. والصحابي الثاني الجليل الذي أتى إلى هذه المنطقة وهو تميم الأنصاري. تميم الأنصاري كان يقطن في مدينة ماليبار التابعة للهند، وقد توفي هناك، وهناك يوجد قبره أيضا. والثالث الصحابي الثالث الذي
أتى إلى هذه المنطقة هو قيس بن حذيفة، والرابع عروة بن عساسة، والخامس أبو قيس ابن حارثة. فهؤلاء الأشخاص الخمسة من الصحابة الكرام إنهم قد قدموا إلى بنغلاديش ونشروا الإسلام في هذه المنطقة. وكذلك يوجد لدينا يعني قائمة أسماء التابعين أيضا، يوجد لدينا كثير من التابعين أيضا أتوا إلى هذه المنطقة وقاموا بمهمة الدعوة والتبليغ، وهم حسام الدين وحميد الدين وعبد الله وأبو طالب ومحمد مأمون ومحمد مرتضى. هؤلاء الأشخاص أيضا قد أتوا إلى هذه المنطقة. يا سيدي قد يكون شيخ شعيب، لما لا يكون من أهل المنطقة؟ إذا قدم الصحابة الكرام فالمفروض أن يكون هناك تابعين من أهل البلاد، ما رأيك بهذا؟ ولكن نعم صحيح، ولكن ربما إنهم قد يوجد في بنغلاديش ولكنهم لم يشتهر في التاريخ، يعني في تاريخ بنغلاديش. إننا قد قرأنا كثير حول تاريخ إسلام في بنغلاديش ولم نجد أحد من التابعين الذي قد ولد في هذه المنطقة. لم يوجد أحد من التابعين الذي ولد في هذه المنطقة. إننا وجدنا بأن يعني جماعة هم أتوا إلى هذه المنطقة من العرب في زمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. تفضل يا سيد. هناك أيضا دليل على أن الإسلام دخل بنغلاديش في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهو أنه تم العثور على مسجد أسس سنة 69 في منطقة رانغبور. رانغبور هي من أقدم مناطق بنغلاديش، وقد وجدت اللبنات المكتوب فيها كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتحت الكلمة مكتوب سنة التأسيس، تأسيس هذا المسجد، وهو سنة 69 من الهجرة النبوية. فهذا يدل دلالة واضحة على أن هذا المسجد قد تم تأسيسه بأيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعتقد المؤرخون البنغاليون بأن الصحابة عندما أتوا إلى هذه المنطقة قد قاموا بتأسيس هذا المسجد، ولكن ربما إنهم لما غادروا هذه المنطقة اختفى هذا المسجد تدريجيا عن أعين بتقلبات الدهر وتغيرات الزمان، ثم تم العثور عليه في سنة 87 بعد ألف الميلادي، ثم تم العثور على هذا المسجد. فهذا المسجد أيضا يعني يدل على أن هذا المسجد تم تأسيسه بأيدي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا أيضا دلالة واضحة على أن الإسلام دخل بنغلاديش في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لدينا يعني كثير من الأدلة حول هذا الموضوع بأن الإسلام دخل بنغلاديش في زمن الصحابة، ولكن لا نريد أن نطيل الكلام في هذا الموضوع، ولكن نريد أن نبدأ يعني في شأن آخر، وهو أن المؤرخين البنغاليين هم قد قسموا أدوار الدعوة الإسلامية في بنغلاديش إلى أربعة أدوار. هناك الدور الأول والدور الثاني والثالث والرابع أيضا،
فالدور الأول يبتدئ من أوائل القرن الحادي عشر الميلادي إلى النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادي، والدور الثاني يبتدئ من النصف الأخير للقرن الثالث عشر الميلادي ويمتد إلى أواخر القرن الرابع عشر الميلادي، والدور الثالث يبتدئ من أوائل القرن الخامس عشر الميلادي وينتهي إلى أواخر القرن السابع عشر الميلادي، ويمتد والدور الرابع يعني يبتدئ من نهاية عصر المغول ويمتد إلى عصرنا هذا ويستمر إلى عصرنا هذا. ففي كل دور يوجد كثير من الدعاة الذين قد قاموا بجهود كبيرة في مجال الدعوة والتبليغ. على سبيل المثال نحن نجد في الدور الأول كثيرا من الدعاة الذين قاموا بمهمة الدعوة والتبليغ، ومن أشهرهم الداعية بايزيد البستامي، وكذلك الشيخ سلطان البلخي، والشيخ محمد سلطان الرومي، وبابا آدم الشهيد، وفريد الدين غنج شكر، والشيخ مخدوم روبوش، والشيخ نعمة الله، وكذلك الشيخ مخدوم شاه دولة الشهيد. هؤلاء الدعاة كانوا الدعاة في الدور الأول. وهكذا يعني يوجد كثير من الدعاة في الدور الثاني أيضا، مثلا الشاه تركمان الشهيد مولانا تقي الدين العربي، والشيخ شرف الدين أبو توامة، والشيخ شرف الدين يحيى المنيري، والشيخ عبد الله الكرميني الكرماني، وأمير خان لوهاني، وجعفر خان الغازي، والشيخ بدر الدين، والسيد عباس علي المكي، والشاه جلال، والشاه مالك اليمني، والسيد مولانا أحمد التنفيري. وهكذا يوجد يعني أكثر من 20 اسما في هذه القائمة. وكذلك في الدور الثالث أيضا يوجد كثير من الدعاة، مثلا الشيخ نور قطب العالم، والشيخ أنوار الشهيد، والشيخ زاهد، والشيخ زين الدين البغدادي، والسيد أشرف جهانجير سمنائي، والشيخ بدر الإسلام الشهيد، والشيخ إسماعيل الغازي، وخان جهان علي، وكذلك بدر الدين عالم الزاهدي. وفي هذه القائمة أيضا يعني يوجد أكثر من 24 اسم من الدعاة المخلصين الذين أتوا في الدور الثالث. وكذلك الدور الرابع يوجد فيه أيضا يعني كثير من الدعاة، ومن أشهرهم وأهمهم الشيخ مجاهد أحمد الحسين، والعلامة الشيخ محمد خليل الرحمن الراموفي، العارف الرباني الشيخ محمد هارون الباب النغري، والشيخ علامة الزاهد محمد الله حافظي حزور، والعلامة الخطيب الأعظم الشيخ صديق أحمد، والعلامة الشيخ مشاهد، والعلامة المفتي محمد نور الحق. وكذلك في هذه القائمة أيضا يوجد يعني 54 أكثر من 54 اسم في هذه القائمة. ففي الدور الرابع كان هناك كثير من الأعمال المهمة بشأن الدعوة والتبليغ، إنشاء المدارس، وكذلك تأسيس مراكز دعوية والمدارس الدينية، وكذلك حركة أهل جماعة الدعوة والتبليغ للشيخ محمد إلياس الكندلوي، وكذلك تأسيس دار العلم دوان. ففي هذه المرحلة وفي هذا الدور نحن نجد بأن النشاطات الدعوية والأعمال الدعوية كانت كثيرة وكانت أكثر
بالنسبة للأدوار الأخرى. فخلاصة الكلام بأن الإسلام في بنغلاديش إنما دخل الإسلام في جمهورية بنغلاديش على ما يعتقده المؤرخون البنغاليون كان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك كان هناك كثير من الدعاة الذين قد قاموا بمهمة الدعوة والتبليغ في جمهورية بنغلاديش. فالآن الحمد لله البيئة الدينية في جمهورية بنغلاديش جميلة جدا. يوجد هنا كثير من المدارس الإسلامية التي تهتم بتدريس القرآن والحديث وكذلك كتب من صحيح البخاري ومسلم وغيرها من الكتب وكذلك فقه وأصول الفقه. كل هذه العلوم المتعلقة بالإسلام إنما تدرس في مدارس في بنغلاديش. وكذلك هناك كثير من المساحات. إن مدينة داكا عاصمة بنغلاديش قد اشتهر بمدينة المساجد لكثرة المساجد فيها. هناك كثير من الدعاة مخلصون ولله الحمد الذين يقومون بمهمة الدعوة والتبليغ. وبجانب ذلك يوجد هناك كثير من الناس الذين يعارضون الإسلام الذين يقومون بالعداوة العلنية والظاهرة للإسلام والمسلمين. وأكثرهم متأثرون بالثقافات الهندية الهندوسية الثقافات الهندوسية. هؤلاء الناس أيضا كثيرون ولكن نشاطات الدعوة والتبليغ والإسلام الحمد لله في بنغلاديش في بيئة جيدة وفي حالة جيدة. وهذا ما كان لدي من معلومات يسيرة حول تاريخ الإسلام في بنغلاديش. وهذا ما كان لدي قد قدمت إليكم. والعلم عند الله عز وجل وكلنا نحتاج إلى علم الله عز وجل. جزاكم الله خيرا شيخ شعيب على هذا العرض الجميل الماتع. الصحابة الخمسة الذين ذكرتهم في المجيء. هناك قائمة للصحابة وفي هذه القائمة الاسم الأول هو أبو وقاص مالك بن وهيب رضي الله عنه. والاسم الثاني هو تميم الأنصاري. تميم الأنصاري كان يقطن في مدينة ماليبار التابعة للهند وتوفي هناك وفقا للمؤرخين بأنه يوجد قبره أيضا هناك. الثالث هو قيس بن حذيفة رضي الله عنه. لم نستطع أن نتعرف على هذا الصحابي أكثر. والرابع عروة بن أساسة والخامس أبو قيس حارثة رضي الله عنه. هؤلاء الخمسة. جزاك الله خيرا أحسن الله إليك. نأخذ مداخلة من الشيخ محمد زهري شيواتي. عليكم ورحمة الله وبركاته. الله بارك الله فيكم وفي هذه الجهود الطيبة بيت الحمصية على ما قدمتموه ما تقدمونه من تعريف بالدول الإسلامية وكيف دخل إليها الإسلام. وجزا الله الشيخ شعيب على ما قدم وأفادنا وأن الصحابة رضي الله عنهم قد وصلوا إلى بنغلاديش. وحفظت منه الأسماء التالية: مالك بن وهيب، أبو وقاص وهو أبو سعد رضي الله عنهما، وتميم الأنصاري رضي الله عنه، وكان يقطن في ميليبار في كيرلا الهند والله أعلم، وقيس بن حذيف رضي الله عنه، وعروة بن أثاثة أو أثاثة، وأبو قيس بن حارثة. هؤلاء الصحابة. أما التابعون الذين سكنوا البنغلاديش فحسب ما قرأت
محمد مأمون ومحمد مهيمن ومحمد أبو طالب ومحمد مرتضى ومحمد عبد الله وحميد الدين وحسام الدين، ولكن لا أعرف عن ترجمتهم أي شيء نهائيا. هؤلاء التابعون الذين سكنوا بنغلاديش أو ما حولها، وهذا يدل على أن الإسلام في شرق آسيا، بنغلاديش، باكستان، الهند، دخله مبكرا، يعني قبل نهاية المئة الأولى دخل الإسلام إلى هناك. وكان سبب دخوله هو قدوم التجار من العرب، سواء كانوا صحابة أم تابعين، دخلوا إليها واستوطنوا بها ونشروا فيها العدل الإسلامي، فلذلك كان لهم دور بارز في نشر الإسلام. كان معنا هنا في الزوم دكتور فاروق الإسلام، وهو كان زميلي في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وهو الآن في فيينا في النمسا، وهو الآن مدير مدرسة إسلامية بنغلاديشية في النمسا. تمام، دعوته للدخول لكنه أتوقع خرج لصلاة العصر، والله أعلم، في النمسا، والله أعلم، خرج لأجل الصلاة. جزاك الله خير. إن شاء الله. مشكور الشيخ شعيب، جزاك الله خير الشيخ. أعود إلى دكتور فاروق المدني يعطينا ما في جعبته، فليتفضل مشكورا. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، مع بعض، فحياكم الله وإياكم، تحياتي من نمسا. اليوم طقس يعني شوية بارد ما بين برودة والحرارة. أنا كنت قبل أسبوع، قبل 10 أيام في بنغلاديش كذلك في دكة، كانت حرارة يعني ما شاء الله قوية. وعلى كل حال فاستعدني أن أكون معكم مع صحبة زميلي الشيخ أبو ماجد محمد زهري، يعني كنا درسنا وقضينا أيام حلوة، أيام طيبة جدا، أفضل أوقات حياتنا، حياة كل طالب الذي درس في جامعة إسلامية بالمدينة المنورة، يعني أيام ذكريات، فقط نريد نعود في تلك الأيام مرة ثانية. فعلى كل حال هذه اللقاءات وهذه يعني جلسات الطيبة الجميلة التي تخدم الإسلام وخاصة تخدم اللغة العربية، يعني هذا ربما يعني قليل من يرسل أو يصل إليه هذا الرابط، فيحتاج نشره جيدا. أنا أرسلته بعد أن أرسل لي الشيخ أبو ماجد محمد زهري، أرسلت إلى مجموعات ولكن كان متأخر، فإن شاء الله تعالى سأرسل هذا الرابط إلى مجموعات التي لهم عندهم اهتمامات بنشر اللغة العربية وتعليم اللغة العربية، خاصة دول آسيا يحتاجون إلى من يدربهم لطلاقة اللسان للمحادثة والحوار باللغة العربية. فجل العلماء البنغلاديشيين يفهمون اللغة العربية ما شاء الله عليهم، ربما إذا قال لهم يلا تفضلوا اكتبوا أو اشرحوا حديثا أو آية قرآنية فيبدعون ما شاء الله، ولكن بلغتهم، يعني باللغة البنغالية أو باللغة أردية. وأما إذا كان باللغة العربية كتابة ممكن، وأما تحدثا فيا للعجب، يعني مع الأسف الشديد، يعني ممكن كيف حالك يقول لك الحمد لله ولا يقول بخير، ثم تسأل بعض الأسئلة بسيطة جدا، يعني سبحان الله لعدم الممارسة، ولا كلمة كلمتين، شيء عجيب وغريب، وهو محدث، شيخ الحديث، مفسر، وعلام من حرير، وجهبذ من جهابذ علماء بنغلاديش، ولكن مع الأسف الشديد كثير منهم وعددهم آلاف أو أكثر من آلاف، فأحتاج يعني هذه اللقاءات كذلك مع هؤلاء المشايخ الذين لهم كذلك يعني مساهمة في نشر الإسلام ونشر اللغة العربية، ينقصهم هذا الجانب الصغير ممارسة فقط، يعني يتحدث مع زميل، مع شيخ آخر الذي لا يتكلم إلا العربية، فهو يعني يجد نفسه أنه مضطر
يتكلم يحاول كلمة كلمتين، وإن شاء الله تدرجا يستطيع أن يتكلم ويتحدث. هذا ما أريد أن أقول، يعني يحتاج يعني الدعوة هؤلاء الأشخاص، وخاصة الذين هم شباب، شبابهم عن شباب علماء من الشباب هم يقبلون هذا، وأما كبار يعني علماؤنا مشايخنا خلاص يعني هم يقولون على مع كل احترامهم يقول خلاص خلصنا ما نريد شيء، خلينا فقط نموت على الإيمان. فندعو لهم بالخير ونشكرهم على ما قدموا، ولكن بعض الأحيان أنا كنت يعني أستمع إلى بعض المحاضرات من شيخ دكتور نوح شهري، أستاذ في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وعنده مركز ما شاء الله أنا زرته، مركز إمام شاطبي بجدة، يعني عندهم ما شاء الله كتب، دراسات قرآنية، دراسات تفسير، إبداع ما شاء الله. وهذا الشيخ هذا الدكتور خبير في هذا يعني كيف يعني يطور الطاقات التي عند مسلم، عنده ما شاء الله. فكنت يعني أستمع إليه من معوقات التي تجعلنا دائما أو يكون حاجزا بين طاقة استخدام الطاقة، هو أنا كبير وأنا خلاص وأنا شيخ الحديث، أنا دكتور، أنا ما أحتاج. هذا الذي يجعله ما يتعلم، لا يطور نفسه. فيحتاج هؤلاء الشباب في بنغلاديش، في باكستان، في أفريقيا، يعني زملاؤنا كثير، شيخ محمد زهري يعرف كذلك، زملاؤنا هم ما شاء الله الذين درسوا في الكليات الجامعات السعودية ما شاء الله عليهم، ما هم محتاجون، ولكن يحتاج من قبلهم دعوة الآخرين حتى يشاركوا في مثل هذه الجلسات التي لا يتكلم إلا اللغة العربية الفصيحة، لغة القرآن والسنة. هذا ما أريد أن أقول في هذه العجالة، وأدعوكم كلكم أو كلكم إلى زيارة فيينا، مدرستنا، مدرسة القرآنية، يعني اسمها مدني قرآن سكول، يعني يتعلم فيها أكثر من 380 طالب وطالبة من جنسيات، إذا قلت جنسيات فتقولون كيف هذا، يعني من 55 جنسية، يعني أمم المتحدة الصغيرة. عندنا مكتب طاقة ذرية كما تعرفون في فيينا، يعني عندنا أوبك، يعني الذي أوبك معناه بالبترول، نعم، يعني كل بترول هناك، ولكن مكتب بترول عندنا في فيينا، طاقات ذرية يعني هنا في فيينا. فنريد كذلك أنتم تشرفون بزيارتكم، فأهلا بكم. والشيخ شعيب يعني لم ألقى معه هكذا يعني فيس تو فيس، وجها بوجه، ولكن ربما رأيت في فيسبوك أو في أي مكان، أنا كنت دائما كلمات مشجعة له، خليك إلى الأمام، خليك وهكذا. أنا دائما يعني أعرف أن أي إنسان يرتقي ويتقدم ويأخذ وعنده سمعة وعنده علم ما يأخذ من نصيبي، فلا أبخل بكلمات تشجيعية. أي واحد حتى في فيينا ما يستطيع يأخذ نصيبي، فلماذا لا أقول أحسن، تبارك الله فيك، إلى الأمام، تقدم معك مع إن شاء الله تعالى. فبارك الله في الشيخ شعيب، إلى الأمام، وأنا ابن بلدك، إن شاء الله تعالى نكون على اتصال. بارك الله، الله وبياكم، يسعدني أن أرى هذه الوجوه الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله عنا الشيخ شعيب خير الجزاء، فقد ذكرني بالإخوة زملائي الذين كانوا في جامعة الملك عبد العزيز من بنغلاديش، وعلى رأسهم الأستاذ صفي الله الذي انقطعت أخباره عني. ومداخلتي يعني ليست تماما في الموضوع، ولكنني كلما ذكرت بنغلاديش أذكر كرم الضيافة في إيواء الآلاف أو مئات الآلاف من اللاجئين من أراكان الذين أخرجوا من ديارهم ظلما وعدوانا،
وتعصبا للهندوسية وبسبب دينهم ليس بسبب آخر. وأنا أحب أنه كل ما ذكرت بنغلاديش أن يذكر هؤلاء المظلومين الذين يعيشون في بنغلاديش حتى تبقى قضيتهم حية، كما نحن نذكر الفلسطينيين لتبقى قضية فلسطين حية أيضا. الشيء المداخل الثاني، يعني نأمل ونطمح وهي آمال ورب نسأل الله أن يحققها، أن يكون في البلاد العربية يعني مثل ما موجود في الكثير من الأماكن الأخرى دورات للبركتس بتاع اللغة. يعني هذول إخواننا في بنغلاديش، في باكستان، في الهند، معلوماتهم في اللغة العربية يعني كبيرة جدا جدا ويستفاد قواعديا منهم. يا سيدي قواعديا ممتازة جدا، ولكن هاي بدنا أماكن، يعني دورات براكتس، هاي يعني ممارسة للغة، وهاي نفتقدها في البلاد العربية، لأنه يعني البلاد العربية ليست مهتمة كثيرا في نشر اللغة العربية. وحدثني عمر بهاء الأميري رحمة الله عليه، شيخ الشعراء وشيخ الشباب، أول سفير لسوريا في باكستان، أنه طلب 60 مدرسا وبعض الكتب العربية، وهو على يقين لو لبت البلاد العربية طلبه لكانت اللغة العربية هي اللغة الأولى في باكستان. وفي ذلك الوقت باكستان كانت تشمل باكستان الشرقية اللي هي بنغلاديش، وباكستان الغربية اللي هي باكستان الآن، لكن ما تجاوب معه أحد في البلاد العربية على الإطلاق. يا سيدي في هذه تبقى النقطة تبقى آمالنا إن شاء الله، يعني آمال نرجو الله أن يحققها. ومرة ثانية أذكر يعني أشكر الشيخ شعيب على هذه المحاضرة الممتعة، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بس أحب أتكلم عن موضوع الأخوة الإسلامية، يعني لولا هذه الأخوة الإسلامية لما التقينا، لما التقى الدكتور فاروق معنا، ولا دكتور شعيب، ولا أبو عامر، ولا دكتور عبد العزيز السباعي. هذه الأخوة الإسلامية يعني فوق كل المعاني صراحة. يعني نحن الآن من الشام، والدكتور فاروق من وشعيب من شرق آسيا، من بنغلاديش. ما الذي جمعنا إلا الإسلام؟ فهذه الأخوة لابد أن نعمقها كثيرا، وأن نزيد من الدروس والمحاضرات التي تعتني بهذه الأخوة الإسلامية. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. تفضل دكتور فاروق، جزاك الله خيرا. دكتور زهري أنشيواتي، بارك الله فيك. فقط يعني دكتور عبد العزيز طرح يعني موضوعا وفكرة رائعة، والشيخ أبو عامر كذلك اللي قدم مشروع للجامعة قطر. ولكن يعني قبل أن يأتي ردود أو قبول أو رد أو قبول من أي جامعة أو من أي جهة التي تتبنى هذا المشروع، ولكن ممكن واحد يبدأ بما هو يستطيع. نحن هنا في فيينا عندنا بعض السوريين مشايخ ما شاء الله عليهم، يعني مع يعني أفواج اللي لاجئين من سوريا عندما دخل ألمانيا ونمسا وبعض الدول المجاورة لنا، يعني دخلوا عندنا كمان ما شاء الله من الأطباء مهندسين ومن العلماء متخرجين من كلية الشريعة دمشق وهكذا. فعندنا في مدرسة قرآن، يعني مدني قرآن سكول، يوجد 4 مشايخ يعني درسوا في جامعة تخرجوا من كلية الشريعة، هم ما شاء الله عليهم. يعني ما اسمائهم؟ الشيخ حسين الحسين، شيخ إبراهيم، شيخ محمد عواد وهكذا. يعني هم شباب ما شاء الله عليهم، وأسرهم كمان جاءوا كمان الآن مستقرين هنا جزاهم الله خير. فنحن طلبنا من هؤلاء المشايخ يعني الشباب أن يتبرع بساعة في الأسبوع، ساعة واحدة، نعم، عشان يتكلم مع مشايخ في بنغلاديش.
المتخرجين. كم ولد عنده؟ من شيخ أبو أبان حسين الحسين أبو أبان، نعم، وشيخ بلال أبو لؤي، نعم، وشيخ عواد أبو عبد الله. وكم ولد عندك؟ ولد؟ كم أنت أنت عندك؟ أنت كم ولد؟ أنا كم أولاد؟ يعني أولادي حقيقيين ولا طلاب؟ أولادك الحقيقيين. لأن كل واحد لما يسأل كم أولاد أنا أقول 300 لا لا، أولادك أنت، ذريتك. أنا الحمد لله أربعة. ما شاء الله، جميل، يجب أن يكون 40. بعدين أحفاد إن شاء الله. لا إن شاء الله، يعني كل واحد منا إذا أتى ب40 يعني منحه الله 40، هناك هذا نوع من يعني التثبت والتثبيت. إن شاء الله ده. إن شاء الله، وهذه هؤلاء من عوامل تثبيت الأسرة. نعم إن شاء الله. فنحن يعني نسقنا في بنغلاديش بعد يعني مدراء مدارس بنغلاديش يعني في دكة، اللي تخرج من دورة حديث، عندنا دورة حديث مثل بكالوريوس بيتشلر، فهم يعني يكون طلاب، وبعض المدرسين اللغة العربية يكون مع هؤلاء المشايخ يتحدث ما يفعلون في اليوم، كيف يقضي أيامهم. فإن شاء الله هذا جيد اللي فتحتم يعني أبواب الخير، جزاكم الله خير. الله هذا من ثمرات هذا المجلس إن شاء الله. أعود، جزاك الله خيرا دكتور فاروق، أعود إلى الشيخ عبد العزيز علي مانية عزيزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا بعد حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله، نشكر بيت الحمص، وخصوصا كذلك نشكر أبو عامر على ما قدمتم لنا هذا. فاسم الفقير عبد العزيز شعيب ألمانيا من أوغندا شرقي أفريقيا، نعم، جوار كينيا وتنزانيا وتحت السودان وبجانب كونغو أو زائر، قديما كان يسمى زائر. فالفقير في هذا المنطقة أو في هذا البلاد اسمه أوغندا. فهذا أول مرة أن أشارك في هذا المحور، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إن شاء الله لحضور دائما. ونشكر أبو عامر على ما تعلمنا منكم، نعم. كذلك نشكر سيدي شيخنا شعيب كذلك، الذي كان عندما التقيت معكم في هذا المكان وجدنا تكلمون على بنغلاديش، إسلام في بنغلاديش. وكذلك دكتور فاروق، جزاك الله خير على نيتك، على ما استفدت من كلامك، على أنك لا تبالي لمن يكون أعلى منك، لأن تعرف لأن نصيبك موجود. فهذا المعلومة الحمد لله استفدنا منكم. وكذلك نشكر الشيخ الزهري على ما قدم لنا، وجزاكم الله خير، ولا تنسانا من دعواتكم. بارك الله فيكم شيخ عبد العزيز، أرجو أن تكتب رقم هاتفك. السلام عليكم. اكتب رقم هاتفك على الشات، نتواصل معك إن شاء الله. إن شاء الله، جزاكم الله خير. وإياكم. تفضل شيخ شعيب، هل من كلمة أو إذا كان عند الإخوة سؤال؟ نعم، الحمد لله، قد كانت المحاضرة جميلة جدا، وقد استمتعت بها ولله الحمد. وفي الختام أريد أن أقول بأنه بإمكان بيت الحمصي أن يعقد محاضرات أخرى حول مواضيع مختلفة ببنغلاديش، وعندنا الحمد لله يعني كثير من الإخوة الذين هم يعني مستعدون لإلقاء الكلمة في حول مواضيع مختلفة حول بنغلاديش. وإن شاء الله إن كان البيت الحمصي يعني يعقد محاضرات أخرى، سوف نكون إن شاء الله جاهزين، وسوف نستمتع بمثل هذه المحاضرة.
وفي الختام أشكر الجميع الذين قد شاركوا في هذه المحاضرة، وخاصة الشيخ أبو عامر، الشيخ محمد الزهري، الدكتور فاروق المدني. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمزيد من التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذه الفرصة الغالية. بارك الله فيكم وحفظكم. أشكرك جزيل الشكر شيخ شعيب على تلبيتك دعوة البيت الحمصي وعلى محاضرتك هذه الكريمة، كما أشكر الشيخ فاروق، الدكتور فاروق المدني، والدكتور عبد العزيز السباعي، والشيخ محمد زهري الشواتي، وأخونا الشيخ عبد العزيز من أوغندا. وكأن هناك فتى من الفتيان من فيينا يريد أن يتكلم، فإن كان يبغي الكلام نحن نسعد بذلك قبل أن نأخذ الدعاء من الشيخ محمد زهري الشيواتي. تفضل دكتور فاروق، أرنا ذلك الغلام. هذا هو، نحن نحب هذا شاب ليس غلام يا شيخ، اعتقدت أنه فتى صغير. أهلا وسهلا ومرحبا، ما اسمه؟ تفضل تكلم. نعم، اسمي مشاهد. وأهلا وسهلا ومرحبا، كيف حالك؟ بخير، كيف أنت؟ الحمد لله طيب. يا أهلا وسهلا، هذا ممن سنتكلم معه 5 دقائق الشيخ فاروق. يتعلم عربي إن شاء الله تعالى. إن شاء الله وجاء من بنغلاديش طالب يعني. أنا أسعى إن شاء الله. أهلا وسهلا. هو إمام مسجد بيت المعمور ويدرس الأطفال كذلك هناك، متزوج بشيشانين في السماء، هو متزوج يعني بيضاء، يعني يريد أولاد بيضاء. يا سيدي المهم أن يكونوا مسلمين طائعين بارين. أيوة هذا هو الأصل. إن شاء الله نستمع الدعاء من الشيخ محمد زهري الشيواتي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، كثيرها وصغيرها وقليلها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم رحمك رحمك بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لم شملها وشتاتها يا رب العالمين، أعزها وانصرها يا رب العالمين، فرج عنها وعن أهلها جميعا يا رب العالمين، انصرها على من على أعدائها. اللهم فرج عن جميع المسلمين في كل مكان، انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على خير يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا، وهذا البيت عامر ومعمور بمحاضراتكم وحضوركم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.